خوتي المغاربة، السلام عليكم. اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020، سمعتم ديك الفضيحة ديال خو رئيس الحكومة سي سعد الدين العثماني اللي مغمس تا الودنين في واحد الفضيحة في أي تملول عندنا، فضيحة عقارية لما ليرات ضربوا أشات شي السيد رئيس الحكومة. فينا هما الخطابات ديالك؟ تولينا كنشوفوا هاد الشيء. حاجة واحدة أخرى، واحد السيد عاوتاني هنا النائب أحد النواب السيد رئيس مجلس البلدي ديال أكادير، كنحترمو بزاف عاد السيد، عنده الفلوس وديما كنت كنقول هذا هو المنتخب الشريف اللي ما يمكنش يشفرنا، حتى كنكتشف بان عنده واحد دار كبيره ولتحت دار واحد الكراج كبير ودار فيه ماكينات ديال الرخام وتنجارت وكل شيء، وكياخذ المارشيات ديال البلديه منا والينا وكيخلص راسو. المهم دار داكشي طرق احتياليه وكيضرب فلوس ديال البلديه بخير. دوك ما خلوش الفقير ياكل معاهم، ما خلوش الشركات ياكلوا معاهم، وحتى دوك اللي تريطاو معاهم بحال ديال الجرادي وشي وحدين، راه توحدين ما تخلصوا غتلقى غير هو اللي خلص راسو وقضوا الغرض. حشومه عليكم، والله الا حشومه عليكم. اليوم كنقول بان عندنا منتخب فاسد، ولكن في اللي كيسيروا، ولكن راه حتى المعارضه ما كنعممش، كاينين الشرفاء نزهاء، ولكن الشلاهبيه كاينين هكا وهكا، راه حتى في المعارضه كاينين شي شلاهبيه عندنا غير الله يسمح لهم. واش هادشي مقبول؟ الفالطه ديالنا، غلطنا في التصويت. الناس اللي ما مشاو صوتوا كنقولها ونعاودها، الناس اللي قاطعوا التصويت ها هو الجزاء ديالنا، الناس اللي صوتوا ب 100 و200 درهم ها الجزاء ديالنا، هو هذا عندنا هذه النوعيه ديال المنتخبون. دابا هاد المنتخبون انا بغيت غير نسول، واش هاد الناس اللي كيسيروا مدينه اكادير كيف تشيره كيف عدد، المهم غناخذ مثال، ما راه كلهم كيتشابوا، راه فين ما مشيتي شي فضايح يمكن خصني ندير فيديو كل دقيقه وشوف واش نكملوهم ولا ما نكملوهمش. واش هاد الناس عندهم واحد شي شويه ديال الحب ديال المدينه، واش شويه ديال الحب ديال المواطنين، واش جاو لخدمه المواطنين ولا جاو كما تنقول ديما بالدارجه جاو يخدمونا؟ كتعرفوا البلايص اللي خدامين فيهم دابا الناس ديال البلديه هما البلايص اللي غيدوز فيهم جلاله الملك، وحتى الخدمه ماشي شي خدمه، راه الله يعز الحكام، وكتلقى غير السلطه هي اللي خارجه، كتلقى القايد هو اللي واقف على الخدامه ديال اللي غيشطبوا هو اللي كيدير النظافه. واش هذه الوضعيه مقبوله ولا مقبولهش؟ معلومه ما مقبوله شيء. المجالس البلديه داروا بحال داك الدري صغير، حنا غضبانين، راه خصكم تمشيو للمحكمه، راه خصكم تحاسبوا على هذا الشيء. حنا دابا انا مثال اللي كندوي على اكادير، راه اكادير تشيره، راه غتلقى في مدن اخرى في المغرب داكشي كيعيشوا اللي كنعيشوا حنايا. شكون اللي غادي نحاسبوا على هاد 4 سنين اللي ضيعتوا لينا؟ شكون اللي غادي نحاسبوا على الناس اللي افلست تجارتهم؟ شكون هما اللي غادي نحاسبوا على الناس اللي دخلوا الحبس؟ علاش؟ لان التجاره الركود التجاري، لان افلست المدينه. شكون اللي غادي نحاسبوا على دوك المليارات اللي لحتوا في هاد الشوارع وهذا حتى شي حاجه وكلشي مخرمز؟ شكون اللي غادي نحاسبوا على هذاك الاحجار اللي درتوا لنا وديك الفضيحه، ومع العلم انها خايبين ما مصاوبينش مزيان، مقيومين بزبالة الفلوس، ومن غير داكشي يشكلونا خطر الا وقعت شي حاجه الله يحفظ. سمحوا لي، شكون اللي غادي نحاسبوا عاوتاني على البطاله؟ الشباب عندنا في اكادير ولا في جهه سوس ما لقاش الخدمه، خصو يمشي لمراكش والدار البيضاء ويمشي لطنجه باش يخدم. الناس كيتخرجوا في المدارس العليا ما كيلقاوش، هذاك الشيء علاش؟ شكون غنحاسبوا؟ واش ساهله نجيو نعفيوكم؟ لا، خصكم تحاسبوا، خصكم تمشيو للحبس على هذا الشيء اللي درتو لينا. حاجه واحده اخرى، علاش كنقول هاد الناس واش كيبغيو ولا لا؟ كنت واجد انا في حديقه بنو زيدون، كتعرفوا هنايا كيجيو يوميا العشرات ديال الاطفال صغار 4 سنين 5 سنين، وغادي نوريكم هذا غير مثال ديال الناس اللي ما كيحملوش المدينه، الناس اللي جايين باش يخربوها، الناس اللي كينتقموا، الناس جايين باش يعمروا جيابهم. انا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتي، واللي بغى يدعي يدعي ماشي مشكل، لان كنتحمل مسؤوليتي وهذا الواقع، وماشي غير انا اللي كنقولو، مدينه كتقولها، وحتى يمكن عاهل البلاد كيظن هادشي وشاف الفضايح وشاف هادشي غادي يكون كيتاسف على الوضعيه، مع العلم انه ما خصوش هو ينزل لهاد المستويات، ينزل للحفره وينزل يشوف القادوس ولا علاش ما بنيتيش، هو السياسه الكبرى ويخطط للدوله، وراه هو بنادم، لان كما محتاجينو اليوم حنا شادين فيه في اكادير، راه تلقى كرسيف، تلقى ينزكان، غتلقى ما عاد فين، كلشي المغرب باغي يشد فيه. علاش؟ لان عندنا منتخب فاسدين، حتى ولاو كيديروا دابا شركات ديال التنميه المحليه في المدن باش يحيدوا المنتخبون المشاريع لان تشفرت، لان عدم الكفاءه، لان بزاف ديال الحوايج. دابا غنعطيكم واحد المثال صغير بزاف، شحال هادي باش دويت على هاد الحديقه، شحال من مره كيضربوا الفلوس خدامين على الهمازي. وشوفوا معايا، هادي البلاصه الوحيده اللي كيدخلوا منها الاطفال لهاد البلايصه، كتشوفوا دوك الاطفال صغيورين كيلعبوا، ام جايبه وليداتها وكلشي. دابا راه الدنيا خاويه، فاش جيت هاد العود ما بقى ليه والو، ويطيح الا طاح على شي واحد
كبير غادي يقتلو، ما بالك بالعشرات ديال الوليدات الصغيورين اللي كيدوزوا هنايا. شوفوا هادشي كي داير، كلشي هادشي غادي يطيح. واش ماشي عيب؟ واش ماشي استهتار بالسلامه ديال المواطن؟ الناس مشغولهمش وبينت شحال من خطره. ها هو كلشي هادشي غادي يطيح، كله رشا كله رشا. المرحاض ما كاين لاش ندخلكم ليه، لان انا ما عييت من داك التخربيق. شوفوا الدنيا كيف مسخه، الحديد مصدي، وهنا الاطفال كيلعبوا، العشرات ديال الاطفال المدارس كيجيبوا الوليدات هنايا، هنا خصو يتسد. شوفوا المسامر، هادشي راه جلالة الملك كاين في اكادير معانا، الرمله الحجر كلشي مكرفص، ما خصوش يكون بحال هكا. كما قلت هادشي كلشي آل السقوط، طاحت شحال من حاجه وما سوقهمش. ودويت درت ثلاثه الفيديوهات على هاد المشكل هذا، ولا شي واحد تحرك. وهذاك الشيء علاش شفت بعض المحسنين، عيطت لهم، حنا غدا الصباح غادي نمشيو للبلديه وغادي نحط واحد الطلب باش نعاودوا المراحيض ويتعاود هاد العود كله بواحد الطريقه زوينه واحترافيه وجوده عاليه. يعني ملي كنقول جوده عاليه، داكشي اللي غادي يمكن يبقى واحد 20 ولا 30 عام. انا غادي نحط طلب وغادي نساهموا حنا واحد 4 الناس ويتعاود هادشي كامل. كنتمنى ما يترفضش، المراحيض حتى هي غتعاود كلها، راه حشومه. هذا انا جبدت واحد الحاجه صغيره استهتار بالسلامه ديال الاطفال ولا ديال الساكنه ديال اكادير. راه عطى الله ما ندوف اكادير، وعطى الله الفضايح اللي يمكن نتكلموا عليها. السيده الواليه زينب العدوي، المفتش العام للاداره الترابيه بوزاره الداخليه، الانظار متوجهه لك كيف متوجهه لواحد العدد ديال المسؤولين وجهاز القضاء ديالنا. ما يمكنش لك تصوري الفرحه ديالنا لما سمعنا غير بان المحكمه الاداريه عزلات هذوك ثلاثه الناس، ثلاثه ديال المنتخبون ديال ايت ملول. وشحال بغينا نشوفوا بحال هكا التجيره، بغينا نشوفوا اكادير، بغينا نشوفوا واحد العدد منهم كيطيح في عدد من المدن. لا اتحامل على حزب معين، ولكن المنتخب الفاسد ما بقيناش بقينا نشوفوه في شي منصب ولا جالس في شي بلاصه. المهم بيني لنا السيده الواليه، حنتي ديك العماريه على حسابنا حنايا. العماريه ماشي ليك، ولكن العماريه دوك المفسدين نهزوهم ونوصلوهم للبلاصه بكل فرح. والناس المواطن المغربي فرحان يوصلهم للبلاصه اللي خص يكون فيها هذاك المنتخب اللي شفر اللي فاسد اللي خان الثقه ديال الناس ولا المواطنين اللي صوتوا عليه. ما كنقولش لا الحزب فلاني ولا هو اللي كيسير ولا معارضه، المهم الفاسدين ما بقيناش بغينا نشوفوهم معنا، وبغينا واحد المغرب جديد بينما التفاؤل. انا كما كنقولها ولا دوفيزي في الحياه، ديما الواحد يبقى متفائل. وتنايا اكادير خرج صاحب الجلاله وعرفنا بان غير زوقوا وجابوا داك النخل وجابوا كلشي ديبلاسمون، حتى انا عندي قميجه ديبلاسمون، ها الوريضات ها النخل ها كلشي كاين، غادي نبقاو متفائلين. الله يدير لي فيها الخير، وان شاء الله المستقبل غادي يكون رائع. تبارك الله عليكم، والله ييسر اموركم، والله يدير لي فيها الخير.